بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد تنوعت مرويات السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديث، و الحقيقة تضمنت أبواب كثيرة ومتعددة ومتنوعة في العلم نظرا لروايتها الكثيرة والمتنوعة، وده أدى إلى أن في طلاب كثير ليها، يعني كانوا بيروحوا لأمنا السيدة أم سلمة لطلب العلم منها وطلب الحديث. وبالفعل تربعت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها على باب الرواية بعد وفاة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، لكونها طبعا آخر من تبقى من أمهات المؤمنين. هو ستنا عائشة كانت لها، يعني هي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن جميعا، كانت هي رقم واحد في الرواية وفي التعليم كذلك للمسلمين والمسلمات بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن بعد وفاة أمنا السيدة عائشة تربعت على هذه المكانة العلمية الدقيقة ستنا أم سلمة، وده الأمر اللي خلى جعل مروياتها كتيرة ومتنوعة، وبقى ليها طلاب كتير جدا من مختلف البلدان، لأنه برضو كما ذكرنا أن تأخر وفاتها جعل كتير من الصحابة الكرام نساء ورجالا يأتون إلى ستنا أم سلمة يسألوها في المسائل اللي بتقف معاهم، ويستفتونها في كثير من الفتية، وكمان بيروحوا لها يطلبوا الحديث الذي روته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضنا بعض من المرويات اللي هي في آخر حلقة على الهواء، عرضنا بعض من المرويات التي قامت بروايتها السيدة أم سلمة، وحنعرض بعضا كما عنها، وده من باب ان احنا نثبت انه العملية العلمية
في رواية الحديث الشريف وفي هذه هذا العمل العلمي المستمر منذ زمن النبوة الشريف وبعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مرويات أمنا السيدة أم سلمة عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبيعة ابنة الحارث، هذه السيدة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة كما أخبرت ستنا أم سلمة، يبقى هي أنجبت بعد كانت حامل وزوجها توفاه الله بعد وفاته بعشرين يوم، هي وضعت أو نحو ذلك بعشرين ليلة أو نحو ذلك كما أخبرت أم المؤمنين السيدة أم سلمة. وأرادت سبيعة التزويج إنها تتجوز يعني، فقال لها أبو السنابل ده واحد من الصحابة يعني أفتاها بأنه ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين، وهو أنه يعني آخر الأجلين لأنه الحامل يعني هل تعتد بقى بوضع الحمل أم تعتد بأربع أشهر وعشرة، فكانت هي دي المسألة بالنسبة لأبو السنابل. فأفتاها أو فظن الصحابي الجليل أبو السنابل أنها ليس تعتد بوضع الحمل إنما تعتد بأربعة أشهر وعشرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت السيدة أم سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا إذا شاءت، يعني إذا أرادت أنها تتزوج فلتتزوج. يعني لما أخبرت أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها وأفتاها يعني النبي عليه الصلاة والسلام بأن العدة قد انقضت بوضعها لحملها وأن لها حق التزوج، يعني عدة المتوفى عنها زوجها الحامل دي أن تضع الحمل وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن كما أخبر القرآن الكريم. فتعلمنا في هذا الباب عن طريق هذا الموقف اللي تعرضت له سبيعة وروته لنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ومما روته كذلك ما رواه عنها سفينة ده كان اسمه الرجل اسمه سفينة، ده كان مولى ستنا أم سلمة كان بيشتغل عندها. وخلي بالنا أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الخدم اللي فيها والموالي اللي فيها الأتباع اللي كانوا عندهم كانوا هم كمان طلبة للعلم، لأن دول كانوا في بيوت شريفة يستمعون إلى آيات الوحي الشريف ليل نهار ويستمعون إلى عموم الوحي ليل نهار، فكانوا أيضا طلابا للعلم نقلة له رواة لهذا العلم الشريف. سفينة بيروي عن أمنا السيدة أم سلمة أنها قالت كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر يعني ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يبقى آخر ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام وأكد عليه النبي الاهتمام بأمر الصلاة وعدم تفويت مواقيت الصلاة وعدم إضاعة الصلاة، وإنه الإنسان يربط حركة حياته بالصلاة. ربنا سبحانه وتعالى عمل نظام في اليوم والليلة لقيام العبد بأداء الصلاة عشان يرتب الإنسان الزمن بتاعه والوقت بتاعه، فلا يضيع أمور الدنيا ولا يضيع الأوامر الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضها على الإنسان أن يقوم بها، سواء من سعيه في الحياة لطلب العيش والكسب أو بالنسبة كذلك للواجبات والتكاليف الشرعية اللي رب العباد سبحانه وتعالى وجه المؤمنين والمؤمنات إلى القيام بها. فالصلاة يبقى يجب على الإنسان أنه يلتزم الصلاة، يرتب اليوم بتاعه، لا يضيع أمر الصلاة، رتب كل تصرفاتك على خلال اليوم على ألا نضيع الصلاة مطلقة. الصلاة صلة، وهكذا كانت وصيته التي أخبرتنا بها أم المؤمنين السيدة أم سلمة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. طبعا ملك اليمين كان له ظروف تاريخية، وإلى أن انتهى عملية وجود العبيد والإماء وساعد الإسلام الحنيف بكثير من التعاليم على القضاء التدريجي على هذا الوضع الذي كان سائد في العالمين آنذاك، إلى أن صدرت بعد ذلك المواثيق والمعاهدات الدولية التي يعني أدت إلى القضاء على ملك اليمين. لكن يفهم من ذلك
كل من تحت أيدينا من الأتباع الخدم اللي بيساعدونا إنه الإنسان يتقي الله في من تحت يده ممن يعمل معه. وستنا أم سلمة الحقيقة إحنا جبنا نماذج من مروياتها وشفنا مضامين المرويات، لأنه مضمون الرواية، الموضوع اللي بتتكلم عنه الرواية، مواضيع كلها خطيرة، لأن ستنا أم سلمة روت كتير جدا في الأحكام. يعني شفنا مثلا الحامل اللي زوجها توفي، وشفنا الحادثة بتاعت سبيعة وهي نقلت هذا العلم إلينا رضي الله تعالى عنه، وشفنا آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام نقلتها لنا ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنه، ولها روايات عدة في أبواب عدة، أبواب الطهارة روت أم المؤمنين في غسل الجنابة، في كيفية اغتسال النساء، في دخول الحائض والجنب المسجد. دي الموضوعات اللي روت فيها أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، وتلقته ونقلته وعلمته للمسلمين والمسلمات. والنوم مع الحائض في لحاف واحد، هذا مما روته كذلك الاستحاضة وأحكمها. روت كمان ستنا أم سلمة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والوتر بتاع النبي ونوافل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصليها. روت كذلك ستنا أم سلمة في باب الدعاء بعد الصلوات، وإحنا شفنا نماذج من ده. روت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، وروت في القنوت كذلك، روت في باب الزكاة، روت في الإنفاق على الأولاد والزوج وفي فضل الصدقة، وروت في زكاة الحلي رضي الله تعالى عنها، روت في أبواب الصوم، روت في فضل مثلا صيام الثلاث أيام اللي إحنا بنصومهم كل شهر، روت في الصوم في ذي الحجة العشرة كمان بتوع، أو صيام التسع ليالي بتوع شهر، التسع أيام بتوع شهر ذي الحجة. وروت كمان في أبواب الحج، في حج النساء، في ما بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره، في من روت في من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى، روت في طواف الخروج، روت رضي الله عنها في الجنائز، روت في باب الجنائز مثلا، روت في الدعاء للميت والدعاء عند المصيبة، ومثلا في باب الحداد المرأة المحتدة اللي بتاع يعني اللي في وقت وفاة الزوج، عن النهي عن احتكال اكتحال الحادة اللي هي تحط ايه وما تضعش ايه، ترفع ايه من الزينة اثناء حدادها على زوجها. روت أم المؤمنين في الأدب، روت في ستر العورة، وباب ستر العورة باب مهم من الأمور اللي روت فيها أمنا السيدة يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها. روت في رفع الرجل أو الرأس إلى السماء عند الخروج من البيت والدعاء، كما روت ذلك الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. روت في الجيش الذي يخسف به، وروت في المناقب، يعني في مناقب مثل الإمام علي رضي الله عنه، وروت لنا برضو في مناقب سيدنا عمار رضي الله تعالى عنه. أنا بس بعدد الأسماء أو بعدد مضامين موضوعات المرويات اللي روتها ستنا أم سلمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف كم العلم اللي روته، كم أبواب العلم اللي دخلت فيها الأحاديث اللي روتها أمنا السيدة أم سلمة عن سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وغيرها في أبواب. إحنا جبنا بس نماذج عشان نشوف من خلال هذا التنوع الموضوعي لمضامين المرويات التي روتها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، قد إيه كمها لا يستهان به، وقد إيه دخلة في كتير من الأحكام المتنوعة التي يحتاج إليها المسلمين. فأنا النهاردة لما أقول ده السنة مش موجودة، والسنة لم تحفظ، والسنة لم يحفظها كما يقول هؤلاء المدعون أنها لم تحفظ كما حفظ القرآن، ده ادعاء، ادعاء باطل. مطلوب منه أن نصرف الناس عن السنة اللي دي مضامينها وموضوعاتها، موضوعات كلها خطيرة ومهمة، وفي نفس الوقت السعي والتطرق بعد ذلك إلى الطعن، يعني طعنوا في السنة وبعد كده دي خطوة أولى للانقضاض بعد ذلك على الطعن في القرآن الكريم. ده كل في زمن النبوة الشريف تكاد تكون بيوت المسلمين أغلبها بيوت كلها طلبة علم. العربي بفطرته عنده صفاء ذهني شديد، وما كانش عنده من شواغل الدنيا حياة بسيطة
هادئة، بالتالي ما فيش تفاصيل في الحياة كتيرة تخلي العقل ساعتها يبقى مشوه ومشتت وعنده تشويش فما يقدرش يحفظ وما يقدرش يتعلم. لا، هم كانت الحياة بسيطة جدا والتعلم عظيم جدا وطلب العلم شديد جدا وحسن التلقي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قمته، سواء من الصحابة الكرام نساء ورجالا وكذلك أمهات المؤمنين. هذا الكم من المرويات الذي روته السيدة أم سلمة وغيرها من المرويات كما لاحظنا بيعطي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها شهادة أيضا على حفظها واهتمامها بما كان يصدر عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواية هذا وتعليمه للناس جميعا، وإن هذا العلم كانوا هم عارفين في زمانهم أنه لابد أن يتلقوه بكل حرص وبكل دقة وبكل اهتمام ليفيدوا منه في حياتهم، وكذلك ينقلون هذا العلم للأجيال التي يعني ستأتي بعد ذلك. الحقيقة أنه نقل عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها، نقل المرويات دي اللي هي روتها جيل كبير من التلاميذ اللي تتلمذوا على أيديها من الرجال والنساء من مختلف الأقطار، يعني روى عنها خلق كثير رضي الله تعالى عنها، روى عنها كثير من الناس. يعني مثلا من الصحابة، من اللي روى عن ستنا أم سلمة؟ ستنا أم المؤمنين السيدة عائشة زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، روى عنها مثلا أبو سعيد الخدري، سيدنا عمر بن أبي سلمة، سيدنا أنس بن مالك، وبريدة ابن الحصيب الأسلمي، وسليمان ابن بريدة، وأبو رافع وابن عباس، كل دول تلامذتها من الصحابة وغيرهم. يعني مثلا لو نتنقل لطبقة تانية من الناس، طبقة الصحابة اللي هم كانوا موجودين في زمن النبوة، شافوا حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وآمنوا بما جاء به، من التابعين اللي هم الذين رأوا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا من أهل الإسلام وماتوا على ذلك لكن ما شافوش سيدنا رسول الله، دي طبقة تانية. طبقة دي من التابعين أشهر من روى عن أمنا السيدة عائشة وتعلم وأخذ عنها سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار شقيق بن سلمة، ولو نفتكر عبد الله بن أبي مليكة هو روى عن ستنا أم سلمة وكان بيروي عن ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها. اللي أنا بقولهم دول طلبة العلم، دي أجيال بتسلم أجيال في رواية الحديث، مسألة مش جاية كده، ده برعاية العظيم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللي حفظ هذا القرآن الكريم وحفظ كذلك السنة النبوية المطهرة. روى عن ستنا أم سلمة كذلك من طبقة التابعين عامر الشعبي والأسود بن يزيد ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وشهر بن حوشب ونافع بن جبير وآخرون كثر. من النساء أول من روى عن ستنا أم سلمة بنتها ستنا زينب، وروت عنها برضو هند بنت الحارث، صفية بنت شيبة، صفية بنت أبي عبيد، وعمرة بنت عبد الرحمن، وحكيمة، ورميثة، وأم محمد بن قيس، دول كلهم تلامذتها. ده لسه كمان من نساء أهل الكوفة تلامذة كثر، كعمرة بنت أفعى، وجسرة بنت دجاجة، وأم مساور الحميري، وأم مبشر، وكمان أم موسى، والسيدة أم سلمة، يعني وغيرهم كتير اللي أخذوا عن ستنا أم سلمة رواية تلقوا عليها العلم، تلامذتها، طلاب العلم اللي أخدوه ورووا. والحقيقة ستنا أم سلمة في زمن الفتنة اللي تعرض له المسلمين، يعني هي تجنبت الخوض في الحياة العامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما كانت الفتنة الكبرى بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان وحصلت كده هزات للمسلمين شديدة، هي آزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهي ودت إن هي لو كما ذكروا في السير لو تخرج فتنصره، لكنها رضي الله تعالى عنها كرهت أن تبتلى. شوف الإنسان في وقت الفتن الأفضل إنه ما يثرش وما يبلبلش الدنيا، إنما يلتزم مكانه، يمسك على دينه
والأزمان اللي بتمر على المؤمنين والمؤمنات فيها فتن كثيرة ولن يخلو منها زمان. فستنا أم سلمة آثرت الهدوء وخافت على دينها وكرهت أن تبتلى، فقدمت لسيدنا علي رضي الله عنه ابنها عمر ابن أبي سلمة ليخرج معه وينصر الإمام علي رضي الله تعالى عنه. وتوفيت رضي الله عنها بعدما جاءها نعي الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وعن آل بيت النبي الأطهار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. لما توفيت رضي الله عنها مين اللي صلى عليها؟ صلى عليها سيدنا أبو هريرة، ودفنت رضي الله عنها بالبقيع، فكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا، وعلى نبينا الصلاة والسلام.